هلو، فالكركبة اللي عم تصير هون هيدا كلها هي عنجونة. So, اليوم نهار الأحد، عندي 7 to 8 days إني أقدم هذا البروجكت. كان عندي أكتر، بس الجمعتين اللي ضيعنا فيهم إنه أول شيء نزلنا على جونة، نحنا نزلنا على جونة بهول الجمعتين، نزلنا فيهم مرتين وكان عنا أناليز نحنا بدنا نعمله. ظهرت بوضع كتير صعب، مش لأن رح أتسلى، لأن رايحة عندي بروجكت، فما كان بدي أصور فلوغ هدا دودو، لأنه كتير صعب إنكم تعملوا فلوغ وبدي ركز على درسي وعلى الأناليز وعلى رفقاتي، وبدي انتبه طهر إيدي ما يدقوا إيدي بوجهي. هلأ رح أعطيكم ماكات جوني هون، سوري مش ماكات، رح أعطيكم الخريطة هون. هيدي الخريطة نحن أخذين نصها، سو مش حناخد كل جونة لأن البروجكت بيصير بده وقت أكتر، ونحن ما عنا كتير وقت بسبب الأوضاع اللي عم بتصير. سو رح ناخد نصها، which is أحسن بكتير، كمان ما عنا كتير شغل. بس حاضر جانب على مرتين رح تطبع نص الخريطة تبعتها غلط، فبدها تروح مرة تانية على المكتبة كرمتها تطبعها، بس it's okay ما بيأثر. ما بعرف امتى رح روح، بركي بكرة على راد لازم روح وارجع اطبع. Anyway رح روح بلش بالدرس، ونقول لراد من وقت لتاني بعملكن اسمع update وبنبلش بالمكات. مفروض اني بلش بالمكات النهار الاربعاء، فبشوفكن نقول لراد، بس بدي اصور another part of the video. Good morning everyone، بعدنا مخلصة my skincare. بدي قلكن ياه قطعوا يوم 3 ايام ما صورتلكن، يعني من وقت ما بلشت كان نهار احد، اليوم نهار الخميس ما صورت شيء لأنه كنت كتير مركزة إني أخلص البلانشيت، لأنه بدهم تركيز وبدهم وقت وهيك. رح روح هلا على المكتب لأن بدي أطبع شغلة. أوكي أنا هلا بالسيارة، جبت الأغراض أحني ورا، كنت ماشي وصلت على الصندوق جبت كرتون، هي بتجي باستيل جون، يعني كتير قريبة على لون الأبيض، وأنا عم بستعمل كرتون أبيض، فأنا عم بستعمل كرتون تاني كمان تفرق بالبيوت، بس إنه استعملت هاللون كان انه ما حيعرفوا الفرق، بيقولوا انه شو الفرق يعني. سو غيرت وجبت لون تقريبا افتح، مش تقريبا افتح من هذا اللون اللي انا جبته، بس انه يس. هلا بس روح على البيت بحكيكم. The next day شكلي ما بيقطع لانه نايمه امبارح على الساعه 4. ان شاء الله بكره يكون شكلي more decent، بس انه اليوم عندي سهر. Let's do it. اليوم it's Friday by the way. البروجكت الديدلاين تبعه هو التنين على الساعة قبل الساعة 12 يعني بالليل. فأنا يلا عنا شغل بحكيكم. كنت حابة بس هيك أطمنكم بشكل كتير سريع، و سوري عم تشوفوا شكلي بهالطريقة، بس أنا بحس تعودتوا تشوفوني هيك خوطة. هيدي هي الخريطة. سو أنا شايفين هول الكاروهو هن البيوت، فأنا خلصت تقريبا كل هول اللي هون، عملت البيوت القديمة لأنه البيوت القديمة عملتهم باللون الأبيض، رأى فرجيكم ياهن، بس أفسر لكم بشكل سريع كيف هي الخريطة. سو هيدا هو بن أبي نصر، فمنكمل هون في خط كرملتا نقطع، بس ما عندي أنا الباقي، نحن عنا الحديد هون لا آخر شيء. البلدية موجودة هون، وهيدا الجردان ببليك تبع قدام البلدية، فهيدا الميل، هيدا الميل ميلة البحر. أنا هون عم فكر إني أقص السهولة هول الصغار، بس بدي أتأكد لأن في بيوت مش حاطينهم هون عبالي إني زيدهم، يمكن بقصة البحر ما رح استعمل بانتور و this messy stuff، و plus أنا ولا مرة بحياتي يعني ماسكة بانسو وعملة بانتور، بركي ما طلعت حلوة وراح everything just waste يعني. جبت كرتونة لونها أزرق، اللي رح أعمله رح أستعمل هذا الكرتون الزرقاء اللي فرجيتكم إياها، رح أحطها هيك simple as that يعني،
الجاردان أكيد أحبها كتير أن أجيب شجر وحط ديزاين شجر وهيك، حط كريبون، جايبة أنا كريبون مارون لأنه كان في رمل بيرجع البحر، صراحة كتير حابة أعمل هيك، مشان هيك جبت كريبون. طب أستعمل رمل وتلزيق وما بعرف شو. Let's be creative. Something really easy. ما أتعب لأمال جلادة. The next day. This is Marilyn who's editing. ما بعرف إذا انتبهتوا بس إنه I did this process literally للشيخ 50 مرة يعني. So enjoy watching. Good morning. أصلي good night يعني. نحن هلا صرنا بالليل على فكرة. ما عم بقدر كتير فرجي كل شكلي. لأنه ما عم لحق بدي at the same time صوركم good content. بس first of all خلصنا تقريبا كل البيوت، هول البيت البيوت القديمة، بعد عندي شي 11 بيت ما بعرف هولي إذا بدي زيدهم من عند أو إنسى، إذا كان عندي الوقت بزيدهم إذا لا لا، مش بس قصة وقت، القصة هي إنه عندي دو كارتون إن شاء الله يقضوني والمكاتب كلها مسكرين. وش مي لك وش مي لك about that. بس we are almost done. ما لزقتون ولزون اخر شيء، بس انه رقمت تحت كل وحده وراح ارجع احطهم هلا بجهد وفوت نام، وبكره بعمل لكم ابديت عن شو راح اعمل. big process يا جماعة، كركبة الدنيا فريق وشو عملت، خلصت البيوت، هول البيوت المرممة. سوري على ضفيري، ignore please ما تطلع على ضفيري، بدي نظفهم تصير إنسانة. بس جبت هون شجرة لان بدي أعمل شجر، بس إنه هيدا الكريبون ما بعرف إذا حبيت أو إذا ما حبيت، ما خلص بعد في شوية فينيستاج يعني بدي زبطون. it's okay. البحر هي كرتونة بلو، بس حطيت هول ما بعرف إذا بحطهم ولا لا، بس كرمال ما تتخزق الكرتونة أو شي هيك to be safe. هول البيوت المرممة، البيوت البيض هن البيوت القديمة، والبيوت الصفر هن البيوت اللي جديد منلزق. وبدي أعمل الليجند يعني بدي أفسر لها أنه هذا البيت لهيك، هذا اللون لهالبيت وبلا بلا بلا، فأنه هيدي هي المكات. بكرة نهار التنين، بكرة بتشوفوا شكلي نهان شكلي مثل الموميا، وما بعرف I'm gonna go and take a shower tomorrow. I'll give you an update وبفرجيكم كل شيء. Good morning. كيفكم؟ نه؟ I'm tired I know، بس ياريت ما شفتوا شكلي قبل. هلا بعرف أغلبية الفلوج ما شفتوا شكلها لمارينين، ما بتعرفوا مارينين كيف كانت وكيف صارت. اليوم نهار الراندو، ما قلت لكم هذا الشيء، اليوم نهار الراندو، فالمكات خالصة. I'm a good mood today جد، لأنه تعبت خلص. خير الجمعة مفروض أنا أخذها باكانس، قاعد عم بدرس فيها. anyway المكات خلصت، رح فرجيكم إياها. ما قدرت فرجيكم التاتش أب تبع هيدا لأن ماي كاميرا واز فول، فرح فرجيكم اياها. بعد عندي كم اشياء فرجيكم. البلانشيت ما انه كتار، 6 صفحات شفتوهم مش كتار.
هلو أجين، بس كما بدي أقول شغلة، في كتير بلانشات ما فرجت تكونيهم بهيدا الفلوغ، شي خصو بالهيستوري وفي إشها ما حتفهموها. So let me know if you're interested هيك just to see and take an idea. Tell me in the comments، بس أنا ما فرجت كنت in case يمكن رح تزهقوا. رسمت هو 7 مرات، رجعت رسمتهم وأحني هون، فهول برسمهم 7 مرات تأشرح مثلا الأكس برانسيبال والسكوندار. يعني الأكس برانسيبال جوني بيقطع هيك، هيدا النار تكون في عنا الطريق والبحر، فسرت هون البحر كيف، وهون فسرت بطريقة كتير هيك انه عن بعيد. هون بدي ازيد خط، بدي او ماي جاد بدي ازيد خط هون. هون فسرت جوات البيت، انا هيدا درسته من ماي بروجكت اللي قبل، تقسيم البيت كيف كان بالزمانات. كان في هول سنترال وكان في بيت 1 2 3 4، يعني كان في بيت كان في 4 اوض نوم، ما كان في حمام. صرت شو هن الماتيريالز تبع البيوت اللي هن بيير كالكير وتوير روج، وزمانات كانوا انه البيوت هلا الجديده البيتون والسيمون، وهيدا سنتاز. بس انتم بتشوفوهم بتقولوا هينين، بس صراحه هلكت لعملهم. هاي ذس از ماي هاند، ار يو ريدي فور ذا ريفيل؟ 3 2 1. There you go. Look how pretty it is. The best part is this, صراحة. هذا الجاردان بيبليك، أوكي؟ فمن الجاردان بيبليك بيكون في المونيسيباليتي. هيدي لوقة باي ذا واي، ما بعرف ليش، هلا بدي أظبطها، بركي بالصورة، ما بعرف شو بدي أعملها. We're gonna try to fix that. هون البلدية، بيكون في هون بنايات، هيدي الكنيسة، بنايات بنايات بنايات. بلا بلا بلا، هو الريبيوت الرينوفي، هيدا بن أبي ناصر، وهيدا هي الطريق. ما لونت الطريق، ما كان بدي خبص. يعني I saw that on Pinterest by the way. Thank you Pinterest for helping me on my projects. عملت هيدا التكستور، إذا لاحظتوا في تكستور يعني مبين، عن جد بتعقد صراحة. Really I'm proud of myself. وهيدا الكنيسة، عملنا صليب، وهيدا هي الطريق. This is my project. اللي هلكني for 3 weeks. So this was my project. سوري حطة هيدا بوجهي، إن شاء الله تكونوا حبيتوا هيدا الفيديو. رحتوا معي بهيدا الجورني، ما كتير شفتوا شفتوني بهيدا الفيديو يعني، because هذا اللي كنت أنا عم بعمله. فرجيتكم a little bit of the process اللي كان عم بيصير، وإن شاء الله تكونوا تعلمتوا أشياء بخصوص جوني. أنا تعلمت. It was a really amazing journey for me. إذا حبيت هذا الفيديو ما تنسوا تعملوا لايك وتشتركوا بقناتي كرمال تشوفوا more content. You know the drill. Thank you so much for watching this video للآخر. I love you guys so much. هلا بدي روح صورها وقدمها. ساعة 4 قدمت my project. هذيك المرة على الساعة 10 بالليل قدمتها، مدري 11 قبل بساعة. ف I'm really happy. I'm proud. Thank you guys so much for watching and I will see you next time. Bye.